السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالي. في الجزء الثاني من الفصل الثامن سنتناول بالدراسة والتحليل جزئيات الـ الفيزز المختلفة للصلب والمسمى به هنعرف Definition of Structures اللي هو الفيرسز فيزز ذات ابير اون ذا ايرن دايجرام يعني الاطوار المختلفه التي ظهرت في الأين كاربون دايجرام الذي تعرفنا عليه بشكل عام سوف نتناولها بدراسه والتحليل واحدا تلو الاخر وهذه الفيزيس هي اوستنايت فرايت بيرلايت سيمنتايت مارتنزايت اند برايت اول شيء هنتكلم على اليونت سيلز بتاعت هذه الـ هذه الاجزاء عندي في الشكل الاولاني الاستنايت هو عباره عن اف سي سي وهو عباره عن كيوك سيستم اي نظام مكعب اما الكربون فهو عباره عن انترستيشال اتوم اي ذره محشوره ما بين فراغات الايه الخاصه بالذرات هذا هو الاستنايت اما الفرايت بي فهو عباره عن بي سي سي اما المارتنزايت فهو عباره عن بي سي سي كما نرى ولكن نظرا لانحشار ذرة الكربون في المسافة البينية ما بين الذرتين على الايدج او على طول ضلع المكعب فان المكعب يستطيل ويتحول الى شكل اخر متوازي مستطيلات اما دي فيتعبر عن كيف ان للكربون ان ينحشر ما بين المسافة ما بين الذرات كما نرى مما يزيد الايه؟ ما يزيد عمليه الايه؟ الخاصه بعمليه الصلب طيب هنا الميكروستراكشر بتاعت ديفرنت فيزز او البنيه المجهريه او الشكل المجهري لهذه الفيزز تحت الميكروسكوب. اول شيء اللي هو الايه؟ دي عند تكبير 500 وده شكل الاوستنايت كما نلاحظه كما نراه في الشكل الذي امامنا. اما بي فهي الفرايت عند 100 درجه. يعني تكبير 100 فقط اما سي فده البرلايت عند حوالي 2500 تكبير 2500 ومن الواضح ان البرلايت عباره عن تو فيز في الرايت وسيمنتايد وهي عباره عن شرايح الشريحه الفاتحه اللي لونها فاتح دي في الرايت اما الشريحه الاخرى فهي عباره عن سيمنتايد اما الصوره الاخرى فهي ايضا عباره عن برلايت ولكن تحت المجر الالكتروني بتكبير حوالي سبعه الف